من الفواكه الصيفية التي ذكرت في القرآن غنية بالماء والألياف، وبتدي إحساس بالامتلاء والشبع، وبتحتوي على نسبة قليلة من السكر، وده بيساعد على عدم زيادة الوزن. كمان تعتبر من الفواكه للمؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض، يعني ما بترفعش نسبة السكر في الدم. وكمان هي فاكهة صديقة لمرضى السكر، وأنا بتكلم على العنب الأحمر، غني بمادة الفلافونويد، و المواد دي تعتبر مضادات أكسدة، بتعمل على تقليل فرصة تجلط الدم، فبيحمي من الجلطات القلبية المفاجئة، وكمان بيعمل على ارتخاء الأوعية الدموية ومقاومة الالتهابات، وكمان بيساعد إن الكلى تكون قوية، وليه قدرة كبيرة جدا على منع تكون حصوات الكلى. وعايزة أقول لكم إن هو في مادة الريزفيرتول، ودي تعتبر من أكتر المواد اللي بيدفع فيها فلوس كده، علشان هي بتساعد إن هي تقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد، وكمان بيساعد على صحة البصر لأنه هو فيه نسبة عالية جدا من البروتين اللي بيساعد في حماية شبكية العين. وعايزة أقول لكم كمان إن العنب الأحمر غني بمضادات أكسدة، بتحمي من حدوث الإجهاد التأكسدي 1 و2. بتحبوا إيه تاني من فواكه الصيف نتكلم عنه؟